تعزيز ودعم القدرات المدنية للدول العربية العنوان الأبرز لهذا الملتقى الجهوي الثالث. هذا الحدث الذي يشهد مشاركة ما ينيف عن 80 مسؤولا وخبيرا. هناك كثير من الدول في المنطقة اليوم بعد الثورات الأخيرة خرجت من مرحلة نزاعات، وأحيانا نزاعات حادة وخطيرة مع انتشار الأسلحة في المجتمع، وبالتالي فهذا الاجتماع التشاوري كيهدف إلى أن يناقش كيف نمكن هذه المجتمعات والمسؤولين الجدد في هذه المجتمعات أولا من جمع الأسلحة، من استباب الأمن، من بناء مؤسسات سياسية خصوصا في دول لم تكن تعرف مؤسسات سياسية. تحقيق العدالة والأمن والأمان من بين أهم المجالات التي سيتم التطرق إليها خلال هذا الملتقى، وذلك بتعاون قطري نرويجي ودعم من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. خلاصات هذا الملتقى الذي يمتد على مدى يومين سيتم تقديمها من طرف المغرب خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.